مصر تنتظر الساعات المتبقية من مهلة الجيش على هدير استقالات أركان مرسي وصيحات شعبها المطالبة برحيله. الحكومة سنحاسب كل متلاعب بالأسعار ولن نسمح باستغلال زيادة رواتب العاملين. لافروف وكيري مصممان على عقد المؤتمر الدولي حول سوريا، وموسكو تحث واشنطن على جمع المعارضة وتوحيدها. أباحوا بذلك دماء الأمة وأججوا فتنة عمياء بين المسلمين. هذه الفتاوى لا تستند إلى أي أصل شرعي، بل جاءت تلبية لأحقاد لا تتفق مع روح ديننا ومبادئ شريعتنا. اتحاد علماء بلاد الشام يرفض فتاوى التكفير ويؤكد انعدام أصلها الشرعي والأحقاد الشخصية لمصدريها، ويؤكد أن عدو العرب والمسلمين هو من يحتل القدس. من المركز الإخباري في دمشق نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبارنا الرئيسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير.